عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييتس فان، وفيديو جديد بنستكمل سلسلة حلقات شرح مايكروسوفت وورد. والنهاردة بنتكلم عن قائمة فيو، ودي تعتبر من أهم القوائم اللي متعلقة بكيفية رؤية وقراءة كل ما في الملفات الوورد. لما نيجي نشوف طبعا القائمة زي ما احنا تعودنا قبل كده، هوت الفيو هنا في التاب دوت هنلاقي متقسم لمجموعات. هنا المجموعة اللي على اليسار عنوانها views، تمام. لما نيجي نخش نهوت للمجموعة اللي على اليسار هنلاقي ان في حاجة، اول حاجة على اليسار اللي هي read mode. اول ما دوسنا عليها هنلاقي فتح لنا الملف زي كتاب بالظبط، كأنك بتقرأ كتاب اهو، تتحرك فيه عادي جدا. نعمل escape يرجعنا للشكل اللي كنا عليه في الاول. ده بالنسبة للريد مود اللي هو قراءة الكتاب. البرنت اوت هنا هوت او البرنت لاي اوت ان هو بيوريك الشكل اللي انت عليه دلوقتي اللي انت بتكون مهيئه للطباعة اهو، ده البرنت لاي اوت. والويب لاي اوت يعني متعلق بالانترنت، بالويب شكله زي صفحات الانترنت اهو اول ما دوسنا عليه، تمام. وبعدين عندنا الاوت لاين شكله هو متقسم باراجرافات وهيدلاينز، فقرات وقطع. طبعا احب اقفلها ومدايس اكس هنا اهوت. نرجع تاني لقائمة فيو، بعدين لو على شكل درافت ندوس اهوت كده درافت، يعني كأنه مسودة. يعني كل دي اشكال قد تحب ان انت تلجأ لها في بعض الاحيان اثناء اعدادك للملف، تمام. بعدين بنرجع تاني البرينت لاي اوت بتاعنا الاساسي. بنخش للمجموعة اللي بعدها اللي هي الاميرسيف ريدر، وديت اعداد الملف للقراءة، هتخلي هنا هوت قارئ آلي يقرأ لك الملف. لما ندوس عليها هنا هوت تمام هيدينا مجموعة من الخيارات. هنلاقي ان اول واحدة على اليسار هنا هوت الكولون وايد اللي هو عرض العمود، يعني العرض اللي انت شايفه هنا هوت. لما نيجي ندوس هنا هوت هنلاقي انه بيتحكم لنا في عرض الشاشة اللي قدامنا بتاعت القراءة اهو، زي ما انت شايف العريض اعرض حاجة، وبعدين النارو ضيق، و الفيري نارو الاقل جدا، والمودريت اللي هو المتوسط. بعدين بنخش في اللي جنبها البيج كلر، لو انت عايز تغير لون الصفحه اهو زي ما انت شايف اثناء القراءه مثلا، عندك القراءه الليليه كمان موجوده، تمام. بعدين هنا هو يقرا لك سطر سطر، كل ده احنا لسه ما دوسناش على القراءه، بس احنا بنهيئ الملف للقراءه، تمام. فهنا هو لاين زي ما انت شايف هيقرا لك لاين لاين. طب ندوس على ريد الاود هنا هوت ونشوف هيعمل ايه. What is lorem ipsum? Why do we use it? It is a long established fact that اهو زي ما انت لاحظت هنا هوت ان هو بيعلم لك على السطر اللي بيتم قراءته حاليا، ده لو انت اخترت اللاين ريدر او القراءة بالسطر. ده كان بالنسبة للجزئية بتاعت الاميرسيف ريدر. نخش نكمل جزئية الريد الاود هنا هوت. لما ندوس اريد الاوت اللي بيحصل هنوقف هنوت ونشوف خيارات بقى السماعة هنا هوت، خيارات تانية جميلة جدا. هنلاقي في سرعة القراءة اهو، يعني لو دوسنا كده مثلا هنلاقي السبيد بقت اسرع، اصبح القارئ بيقرأ اسرع بكتير. وبعدين ايه هنا هوت خليها وسط، وهنا هوت القارئ نوع القارئ، يعني هنا لو عايزه راجل ديفيد اهوت يقرا distribution of letters as opposed اهو زي ما انت شايف، يا اما تختار نوع القارئ لو عايز ست او اي صوت تاني يعجبك. ده كان بالنسبه للريد الاود. هنا اهوت في حاجه برضو اللي هي التكست سبيسنج. التكست سبيسنج اللي هي مساحه الكلام او مساحه الجزء المكتوب. لما ندوس عليها هنا اهوت زي ما انت شايف عمل سبيسنج، يعني زود المساحه ما بين الحروف وما بين الكلمات في التكست سبيسنج. بعد كده السيلابولز اللي هي المقاطع، يعني تلاقيه ما بين كل مقطع في الكلمة حط دوت، الكلمة مثلا ليها أكثر من مقطع. لونج استابليشد هتلاقي مقسمها لك تلات مقاطع همت، تمام. فهنا هو بيقسم السيلابولز للمقاطع بتاعت الكلمات. وهنا هو تريد الاوت، عايز تقفل القائمة دي بتدوس هنا هو كلوز اميرسيف ريدر. نرجع تاني للقائمة بتاعتنا هنا هوت ونكمل القائمة. هنا المجموعة اسمها بيج موفمنت، حركة
الملف. يعني ازاي انت تتحرك جوه الملف؟ هل انت عايزه ملف يكون ظاهر قدامك فيرتيكال زي ما هو باين ان هو عمودي، الملف بتاعنا كده عمودي اهو، بتنزل لتحت من فوق لتحت، ولا عايزه سايد باي سايد؟ لما تدوس سايد باي سايد هتلاقيه عامل لك صفحة على اليسار وصفحة على اليمين. ده بالنسبة للبيج موفمنت، ازاي تتحرك في الصفحات. ولما تتحرك وتنزل لتحت هتلاقيه بيخش لك ان هو على اليمين من اليسار الى اليمين. ده كان بالنسبة للبيج موفمنت اللي هي حركة الصفحة وطريقة التحرك في الملف اللي انت فاتحه. نرجع تاني للشكل الفيرتيكال العمودي بتاعنا، وهنا هو بقى نخش في المجموعة اللي بعدها اللي هي قائمة شو، إظهار اللي هي الأدوات اللي بتشوفها أو بتسهل لك رؤية الملف. في الشو هنا هتلاقي معمول صح على الرورال. إيه هي الرورال ديت؟ اللي هي المسطرة اللي فوق اللي هي بتحدد لك مساحة الجزء المقروء أو الجزء اللي تقدر تكتب فيه. فلو حبيت نشيل المسطرة أهو، تلاحظ إن هو المسطرة مش موجودة، بتديك مساحة أكبر في القراءة أو الكتابة في الملف. عايز تظهرها بتدوس تاني على علامة الصح، بتظهر لك المسطرة. والمسطرة طبعا مهمة جدا إن أنت تقدر تحدد بيها حجم الصفحة أو حجم الجزء اللي بتكتب فيه بشكل مانيوال زي ما أنت شايف أهو. يدويا تقدر تحدد حجم الجزء اللي بتكتب فيه. بعدين بتخش في اللي بعدها الجريد لاينز. هنا هو الجريد لاينز يعني شبكة، يعني تقدر يعمل لك الشبكة في الجزء اللي انت عايزه. وطبعا ده ما بتظهرش في الطباعة، بس انت ممكن تحتاجها عشان تحدد المساحات بالظبط اللي مكتوب فيها، يعني زيها زي كراسة الرسم البياني اللي كنا بنستخدمها في بعض الرسومات البيانية، تقدر تشيلها من هنا. النافيجيشن بان هنا هو الجزء اللي متعلق بوجودك في الملف، انت فين في الملف بيحدده لك ان هو اللي هو حركتك داخل الملف. فاليسار لما تدوس على اليسار بينقل لك على طول للجزء اللي المطلوب. انا اهو اهو زي ما انت شايف ده النافيجيشن بان اللي هو التحرك السريع داخل الملف. ده بالنسبة للهيدنجز. بعدين هتلاقي جنبها بيجز اهو، جايب لك لو انت عايز تروح من صفحة لصفحة بسرعة جدا بتخش على النافيجيشن بان وتختار بيجز. وهنا هو لو في كومنت مثلا او في جزء بيكتشرز مثلا يقدر برضو يحررك جوه الحاجات اللي هي بتضيفها للملف. ده كان بالنسبة للجزئية بتاعت النافيجيشن بان. بنخش بعد كده في اللي بعدها في الزوم. الزوم طبعا من اسمها واضح ان هي بتكبر وتصغر حجم الجزء اللي انت بتقراه في الملف او الظاهر امامك في الملف. يعني هنا مثلا خليه 200% وندوس اوكي. زي ما انت شايف حجم الصفحة كبر جدا. لو انت حابب تقرأ حاجة او في حاجة مش واضحة في الملف، هنا 100% خليها لك 100%. وبعدين عندك بقية الخيارات حسب تفضيلك انت الشخصي في الملف او حسب قدرتك انت على قراية الفونت. مثلا في ناس تحب فونت كبير او صغير بس مش عايزين يغيروا الفونت نفسه، فيقدر يغير نواة الرؤية فقط من غير ما يغير الفونت او الخط بتاع الملف. بعدين بنخش في اللي بعدها هنا هوت اللي هي 100% اللي احنا كنا مختارينها اوريدي هنا هوت اللي انت واقف عليها. بعدين هنا هوت بيقول لك اظهار صفحة واحدة one page. لما تدوس هنا اهو هيظهر لك صفحة صفحة في كل رؤية ليك. يعني هنا هوت صفحة لما ننزل تحت اهو هيظهر لك الصفحة اللي بعدها، كل صفحة بتظهر في كاملة قدامك في الويندو او في الشاشة شاشة العرض. اللي هو المالتيبل بيجز يعني تقدر يجيب لك اكثر من صفحة في الرؤية اللي قدامك او في الويندو اللي انت فاتحها. وهنا تقدر تحدد البيج وايدز يعني عرض الصفحة، ان هو بتعمل اعرض حاجة تمام. فكده هو ده اعرض حاجة اللي هو البيج وايدز. ده كان بالنسبة للمجموعة بتاعت الزوم. خش في المجموعة اللي وراها اللي هي النيو ويندو. لو انت عايز تفتح ويندو يعني شاشة جديدة من الملف بتاعك، طبعا هنا انا بقول شاشة جديدة مش ملف جديد، يعني هو نفس الملف ولكن عايز افتح منه شاشة جديدة او رؤية جديدة للملف. هندوس هنا هوت هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هي one of two. لما نيجي نسحبها ونشدها لتحت هو الملف اللي تحت اهو بالظبط، ولكن الفرق ان انا هنا اقدر مثلا اروح للصفحة 2 وهنا تفضل صفحة 1 زي ما هي. يعني لو فرضنا انا كاتب حاجة في صفحة 2 وعايز اقارنها باللي مكتوب في صفحة 1
فبلجأ لجزئية النيو ويندو، بيفتح لك نافذة جديدة تمام أو رؤية جديدة من نفس الملف تقدر تقارن ما بينهم، وبعد ما بتخلص بتقفل عادي جدا ويفضل الملف الأساسي زي ما هو. طيب لو فتحنا الويندو اهو عندنا 2 ويندو، أقدر أعمل أرينج. أرينج أقول لو أنت فتحت أكثر من ويندو بتدوس هنا اهوت، أو زي ما أنت شايف عمل لك أرينج بيرتبهم لك، أدي ويندو نافذة فوق والنافذة التانية من نفس الملف موجودة تحت، ده في الأرينج. طيب نقفل هنا ونخش بعد كده في السبليت. سبليت يعني هيقسم لي الملف جزئين، طبعا زي ما قلنا هنا تقسيم رؤية الملف وليس تقسيم الملف نفسه. يعني لما ندوس هنا اهوت اهو، هنا رؤية او نافذة وتحت نافذة تانية لنفس الملف، يعني هنا مفيش اي حاجة بتتغير في الملف، ما تخافش الملف ما تقسمش ولا حاجة، ولكن هو بيقسم لك رؤيتك للملف. يعني مثلا زي ما قلنا انا عايز اشوف الباراجراف دوت كان مكتوب في الصفحة الاولى، وفي باراجراف تاني مثلا او فقرة تانية مكتوبة مشابهة او فيها معلومة مشابهة، بقدر اتحرك هنا اهوت في جزئية واتحرك هنا في جزئية تانية من نفس الملف. ده في حالة ان انت مثلا عايز تقارن ما بين حاجتين مكتوبتين حوالين نفس الموضوع. وبعدين بندوس على ريموف سبليت بيرجع لك الملف للشكل الطبيعي، الشكل الفيرتيكال بتاعنا اللي هو احنا مختارينه، او الشكل الطبيعي اللي بيفتح عليه الوورد. بعد كده بنخش هنا هو طبعا لو احنا زي ما انت شايف لو اكثر من ملف بتجيلك بقية الخيارات اللي هي سايد باي سايد، واذا كان في اكثر من ملف تاني حسب الخيارات اللي انت بتفضلها. هنا هو برضو لو جينا نجرب تاني مثلا وعملنا نيو ويندو، هنبص هنا هو نرجع هنا هنلاقي هنا هو سويتش ويندو يقدر يغير لك ما بين الملفين عندك اهو، هو نفس الملف ولكن في الرؤية الاولى والرؤية التانية، او النافذة الاولى للملف والنافذة التانية من نفس الملف. لما ندوس هنا اهو جاب لك النافذة التانية من نفس الملف، وتلاحظ ان هو برضو اسمه واحد اهو، واحد وحاطط لك نقطتين تو، يعني هو نفس الملف واحد ولكن دي النافذة التانية بتاعته. ده كان بالنسبة لي اللي هي السويتش ويندو، يعني تقدر تتحرك ما بين النوافذ المختلفة. بعد كده بنتحرك في اللي بعدها في الماكروز. الماكروز دوت باختصار كده زيه زي شورت كات لمجموعة من الأوامر، مجرد ما دوسته أو نفذته يقدر يكمل لك مجموعة من التعليمات اللي انت بتكون عاملها بشكل مسبق. ودي طبعا ان شاء الله بنشرحها في حلقة لوحدها لان موضوع كبير، بس هو بشكل عام ان انت بتعمل زي ابليكيشن بينفذ مجموعة من التعليمات المرتبطة ببعضها بشكل تلقائي. بعدين هنا هو بنخش على قائمة الخصائص او البروبرتيز. هنا هو مجموعة الخصائص لما ندوس عليها هنلاقي البروبرتيز هنا هو في اول حاجة السايز، حجم الملف، بعدين عدد الصفحات داخل الملف، وبعدين عدد الكلمات، وبعدين